السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هناخد بيولوجي لتانية ثانوي. هنتكلم في درس النهاردة عن الاستراكشر بتاع الليفز الاوراق، تمام، في النباتات الخضراء. هنشرح النهاردة الاستراكشر اوف ذا بلانت ليف، تركيب الورقة في النبات، بالذات الورقة الخضراء، تمام. هناخد تي اس، قطاع عرضي بيمر بالمدرب. المدرب اللي هو العرق الوسطي. لو جبنا ورقة، تمام، ورقة نبات وقلبناها على ظهرها هيبان اكتر. هو بردك على وشها هيبان، بس العرق الوسطي على ظهرها هيبان. في النص كده هتلاقوا زي انبوبة رفيعة كده، لونها بيبقى افتح شوية من درجة لون النبات، تمام. في النص بالظبط هو ده المدرب، ماشي، اللي هو العرق الوسطي. فاحنا هناخد تي اس، قطاع عرضي، تمام، بيمر بالمدرب في النبات اللي هو ذوات الفلقتين، عشان نقدر نشوف الاستراكشر بالظبط ازاي. سبحان الله، ربنا خالق الورقة دي بحيث ان هي تتكيف مع عملية البناء الضوئي، الفوتوسينثس بروسيس. كل حاجة ربنا خالقها سبحان الله مناسبة جدا ومتكيفة جدا لأداء وظيفتها. عندي هنا زي ما انتوا شايفين في السلايد دي structure of the leaf، قطاع في الورقة. طيب هناخد اول جزئية في الاستراكشر بتاعي. بصوا يا جماعة، لو الرسمة اللي قدامنا مش واضحة قوي، ممكن تطلعها من اي كتاب خارجي او من اي صورة موجودة عندي على اللاب، وتتابع معايا الشرح. خلاص، يعني انا هشرح على الصورة اللي قدامي. لو الصورة اللي قدامي مش واضحة كفاية، طلع انت اكتب بس على جوجل، حتى اكتب structure of leaf، اكتب بس تي اس، قطاع عرضي. خلاص، اكتب على جوجل تي اس in the structure of the leaf، هتطلع لك على طول الرسمة، واسمع الشرح على الرسمة، تمام. طيب انا عندي دلوقتي ادي الستركشر بتاعي قدامي اهو، قطاع عرضي في ورقة خضراء. طيب اول حاجة في تركيبها عندي ايبيديرمس. ايبيديرمس دي هي عندي منها جزئين، upper ايبيديرمس و lower ايبيديرمس، يعني طبقة البشرة العليا وطبقة البشرة السفلية، تمام. زي ما انتم شايفين كده على اليمين اهي upper ايبيديرمس، انزل تحت خالص هتلاقي lower ايبيديرمس. دي عبارة عن خلايا برميلية الشكل. احنا لو دققنا النظر كده شوية، عملنا زوم، دخلنا على الرسمة كده شوية، هنلاقي ان الخلايا شكلها فعلا برميلي، تمام، وكلها لازقة جنب بعض، تمام. الخلايا دي عبارة عن ايه؟ اسمها بارينكايما سيلز. بارينكايما سيلز، تمام. البارينكايما سيل، خلايا بارينكايما دي ما فيهاش كلوروفيل، تمام، ما فيهاش كلوروفيل، ماشي. طيب زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها، بتحيط بالورقة من فوق ومن ايه، من تحت. فوقيها بيبقى فيه layer of كيوتين. كيوتين ده زي طبقة كده بتساعد على حماية الايه، الورقة، زي طبقة شمعية رفيعة قوي كده بتساعد على حماية الايه، الورقة، تمام. يبقى زي ما انتم شايفين في الجزئية دي عبارة عن، اتكلمنا عن الايبيديرمز اللي هي البشرة، upper epidermis و lower epidermis، ماشي، وقلنا ان دي عبارة عن خلايا برميلية الشكل، شبه البرميل كده، كلها جنب بعض جنب بعض. الخلايا دي اسمها بارينكايما سيلز، ما فيهاش كلوروفيل، تمام كده. وزياده في الحمايه بتبقى عليها طبقه layer of كيوتين.
number 2 في الستراكشر اوف ذا ليف الميزوفيل. ميزوفيل يعني النسيج الوسطي، يعني النسيج الوسطي. طيب ليه سموه النسيج الوسطي وهو فين اصلا؟ بصوا يا جماعه، على ايدنا اليمين من الستراكشر بتاع الليف في اخذنا في السلايد اللي قبل كده upper epiderm واللور epiderm، تمام، وشايفين مكانهم واضح جدا. في between them في الباليسيد تيشو والسبونشي تيشو، سبونج تيشو. الاثنين دول اللي هو الباليسيد والسبونج تيشو بسميهم ميزوفيل، نسيج وسطي، تمام. بسميهم ليه نسيج وسطي؟ عشان بيقعوا في المنتصف بين upper epiderm ولور epiderm، تمام. الاثنين بيقعوا في المنتصف، خلاص. طيب هنتكلم على الباليسيد. الباليسيد ده عبارة عن خلايا، هي اصلا ترجمتها بالعربي اللي هي ايه؟ نسيج عمودي، تمام. تبقى شبه الايه؟ العواميد كده، مطولة وجنب بعض. لو ركزنا شوية على الباليسيد تيشو، تمام، هلاقيها ان هي عبارة عن خلايا عمادية طويلة، خلاص، وجنب بعض. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو الرسمة دي اللي انا مستعينة بيها مش واضحة بالنسبة لكم، اكتبوا على جوجل structure of the leaf TS in structure of the leaf، هيطلع لكم الرسمة واضحة جدا وبالالوان وكل حاجة. اسمعوا بس الشرح بتاعي على الرسمة، تمام. خلي الرسمة قدامكم كده، اعملوا لها زوم، كبروها واسمعوا الشرح بتاعي على الرسمة. هلاقي النسيج العمادي اللي هو باليسيد تيشو عبارة عن خلايا عمودية، مطولة كده، عمودية يعني مطولة، تمام، وكلها شبه بعض وجنب بعض، تمام. طيب الخلايا دي اللي بيميزها بيبقى موجود فيها عدد كبير جدا من الكلوروبلاست. اول ما يقول لي كلمة كلوروبلاست يجي في دماغي على طول الكلوروفيل والمادة الخضراء، وان هي كده عشان دي مواجهة للسطح، فربنا خالق فيها كمية كبيرة من الكلوروبلاست عشان تمتص اكبر قدر ممكن من ايه؟ من الضوء، تمام. طيب تحتيها على طول تحت الباليسيد تيشو اللي هو النسيج العمودي، تمام، في السبونج تيشو. دي عبارة بردك عن خلايا بارينكايما عادية، بس فيها عدد اقل من الكلوروبلاست، فيها عدد اقل من ايه؟ الكلوروبلاست. طيب عدد اقل من الكلوروبلاست ليه؟ لان هي موجودة في السطح السفلي للورقة، ففيها عدد اقل من الكلوروبلاست لان هي مش مواجهة للضوء. فشوف سبحان الله، يعني الباليسيد فيها كلوروبلاست كتير جدا عشان يمتص اكبر كمية من الضوء، اما السبونج فيه نسبة، فيه بردك، لان احنا لو قلبنا الورقة على ظهرها نشوف الظهر هنلاقيه اخضر، بس الاخضر بتلاقوه مفتح شوية، يعني على طول الورقة من فوق بتلاقيها لونها اغمق من اللون اللي من تحت كده، تمام. طيب يبقى كده خلصنا مع بعض الميزوفيل. طيب هنتكلم بعد كده عن زي ما انتم شايفين الزيلم والفلويم اللي في النص كده، هنتكلم عنهم دلوقتي. هنا في السلايدز دي بنتكلم عن السبونشي لاير اللي هي الطبقة الاسفنجية. هنا سميتها طبقة اسفنجية ليه؟ لان هي موجودة بشكل راندم كده، بشكل الريجولر، بشكل عشوائي، مش مترتبة، مش زي الباليسيد، مش زي النسيج العمودي، لا هي موجودة بشكل عشوائي شوية، فيها بارينكايما زي ما قلنا، بس فيها عدد اقل من الكلوروبلاست، عدد اقل من الجرين بلاستيد، البلاستيدة الخضراء.
انا عايزاكوا بقى وانتوا كده ماشيين في الشارع تاخدوا بالكوا الورقة، شوفوا اي ورقة كده، ورقة شجر، بصوا عليها دققوا، هتلاقوا السطح بتاعها اللي هو مواجه للشمس اللي هو اللي فوق هتلاقوه اكتر اخضرارا من السطح اللي تحت. هتلاقوا السطح اللي تحت لونه اخضر برضك بس فاتح شوية، يعني اللي فوق جاي على زيتي، اما اللي من تحت لونه اخضر فاتح. طب انا ابقى فاهمة بقى، خلاص ابقى فاهم ان من فوق ده فوق فيه باليسيد، والباليسيد فيه كلوروبلاست اكتر من الاسبونش، الاسبونش ده ناحية التحت، تمام؟ فاللي تحت بيبقى فيه الكلوروبلاست اقل. فانا ابقى فاهم، انا عايز يعني عايزاكم ان شاء الله باذن الله كل طالب وطالبه بعد الدرس ده يبصوا حواليهم ويستنتجوا ويسالوا ويعرفوا ويتناقشوا وتشوف كده النبات بعين تانية، بعين دارس، بعين فاهم. هو طبعا الجمال بتاع النبات حلو جدا، بس تبقى فاهم ليه هنا لونه اخضر قوي، ليه تحت اقل شوية. انت دلوقتي بقيت دارس الاستراكشر بتاع ايه الليف، فتبقى فاهم كل ايه الحاجات دي. هنا اتكلمنا عن الفاسكولار تيشو، الاوعية اللي هي اوعية الانسجة الوعائية، خلاص اللي هي الانسجة الناقلة دي بتنقل ايه يا ترى، وهي عبارة عن ايه؟ في منتصف الورقة هنلاقي حاجة اسمها زايلم وفلويم اللي هو الخشب واللحاء، تمام؟ الخشب واللحاء. انا بقول كل حاجة وترجمتها عشان لو في حد معايا بيدرس احياء بالعربي يبقى برضك مستوعب الشرح، تمام؟ عندي في النص بيبقى فيه زايلم وفلويم، ودي سميتها انسجة وعائية. ليه سميتها انسجة وعائية؟ لان هي بتساعد على نقل. نقل ايه يا ترى؟ بتنقل للليف، للاوراق بتنقل الووتر والصولت من السويل، خلاص المية والاملاح من التربة، تو ايه؟ تو ليف، للاوراق. ليه؟ عشان الليف تقوم بعملية الايه؟ الفوتوسينثس، وتكون لي الكربوهيدرات، تمام؟ زي الطبخة كده، انا مثلا عايز اعمل صينية بطاطس، فبجيب ايه؟ بجيب البطاطس وبجيب البصل وبجيب الطماطم وبجيب مش عارفة ايه، وفي الاخر اولع النار واشغل كل ده وفي الفرن وبتاع واطلع الصينية جاهزة. بردك النبات الاخضر نفس الموضوع، مصنع، عندي الليف دي عبارة عن مصنع، بيبقى محتاج ايه؟ محتاج ووتر ومحتاج سولتس ومحتاج طبعا ايه؟ لايت انرجي وكلوروفيل وكل الحاجات دي. فانا بوفر للورقة كل الحاجات دي. الحاجات دي توفرت، تخش جوه الليف، جوه الورقة، جوه المصنع، وهوب تروح ايه؟ تصنع الكربوهيدرات. العملية دي، عملية التصنيع دي اسمها ايه؟ اسمها فوتوسينثس ايه؟ بروس، تمام كده؟ خلاص. طيب اللي بيقوم بيوصل الحاجات دي للليف اللي هو ايه؟ الزايلم، الخشب، تمام؟ بيطلع من تحت لفوق، بيطلع الووتر والصوت من السويل للايه؟ للليف. طيب الفلويم، الفلويم بينزل من الورقة لباقي اجزاء النبات، بينزل ايه؟ الكربوهيدرات عشان يغذي باقي النبات، تمام؟ فعشان كده سميتها نسيج وعائي. بيبقى موجود فين النسيج الوعائي ده؟ في المدرب، في المنتصف كده، تمام؟ وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة Structure of the Leaf. لو في اي اسئلة، في اي استفسار، ياريت يبقى في الكومنتس وانا برد على كل الكومنتات، تمام؟ السلام عليكم.